في الغتات والمكتوب عليا فيها تبقى بايع واشتريها عصر كل الناس قاضي ضفليها انا اللي حظي باتا. ممكن تسألني أسئلة طبية؟ دواء مش موجود بتكتبه ليه؟ ما تكتب لي دواء موجود. يلا عدل تكتب 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 يا رب يا دخلت على نايم نايم على ودي مش انا طلعت نايم طلعت نايم على ودي انا اسف يا هي ايدي عارف يا بابا حسام لو قدر لينا نعمل هيقول لكم رفيع ولا تخين هتقولوا له تخين بفكر اعمله تاتو على كتفي لا لا ده انا بفكر اعمله تاتو اعمله هنا على رقبتي كده ورا ودني ولا اعمله على كتفي الحته دي ساحل ولا سخنه في مشكله ولا في مشكلة طبعا لسه هتفكر في مشكلة طبعا لسه هتفكر انت فرحان ليه؟ لا لا انا بحاول اكبرك واسالك عشان تروح انما هتعمل لي في احتمالين ان مفيش مشكلة ممكن تسالني اصلا يلا تاني لا اللي انت قلتيه ده من قلبك؟ لا يا حبيبتي طبعا بس يعني بصراحة يعني وانت لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا رب اصل الواحد كده ما بيعرفش الحلم الا لما يكتب عبو سندوتشات واحدة